دكتور ممكن حضرتك تكلمنا عن قطرات الأنف وبخاخات الأنف؟ الحقيقة قطرات الأنف بشكل عام يعني هي معظمها يمكن كلها بتحتوي على مادة هي قابضة للأوعية الدموية. المشكلة فيها إن المادة القابضة للأوعية الدموية دي بتعمل تحسن كبير قوي في الأعراض اللي بيعاني منها العيان، عيان التهاب الجيوب الأنفية أو حساسية الجيوب الأنفية أو أي مشكلة في الأنف والجيوب الأنفية، عادة بيعاني من انسداد في التنفس وصعوبة في التنفس وانسداد في الأنف. فالمادة القابضة للأوعية الدموية اللي موجودة في معظم قطرات الأنف يمكن كلها بتعمل انقباض للأوعية الدموية، وبالتالي بتعمل يعني احنا بنسميه بقى بولس سنس اوف ريليف، يعني راحة مؤقتة للمريض وسريعة الحقيقة. فبتدي العيان بيبتدي يتعود على استخدامها وبيبتدي يستخدمها، احنا بنستخدمها ليها انديكيشنز معينة في اوقات معينة بوقت معين، تايم ليميت معين، مش المفروض ان احنا نتعداه، بتبقى دايما تحت اشراف الطبيب وعادة ما بتزيدش عن اسبوع. المشكلة ان العيان بيتحسن عليها جدا وبسرعة، وبالتالي بيتعود عليها، يبتدي يزود الجرعات اللي بياخدها منها، وبعدين دي بتنتج عنها مشاكل كبيرة قوي في الأغشية المخاطية للأنف والجيوب الأنفية، تستدعي في كثير من الحالات التدخل الجراحي. فاستخدامها بشكل خاطئ لفترات طويلة هو ده اللي بيعمل المشاكل، لكن استخدامها في الأوقات المحددة اللي الدكتور بيحددها في الحالات اللي هو شايف انها انديكيتد او لازم انها تستخدم بالبريكوشنز دي بتبقى الأمور فيها كويسة. بالنسبة لبخاخات الأنف معظمها برضو هي بتحتوي على مادة فيها الكورتيزون، يعني زي ما بنسميه، ولا هو كورتيزون موضعي، في معظم الحالات نسبة امتصاص الجسم منه تبقى قليلة جدا، فما فيش أي أضرار تنتج عن استخدامها، ولكنه برضو كل حاجة ليها ليميتس، لكن الليميتس بتاعت استخدام البخاخات أقل شوية من استخدام القطرات. بنستخدمها لفترات طويلة من شهرين لثلاث شهور بدون أي مشاكل، بنستخدمها في حالات مهمة أوي زي حساسية الجيوب الأنفية واللحميات الناتجة عن حساسية الجيوب الأنفية، وبنستخدمها لفترات طويلة بدون أي مشاكل، وعكس قطرات الأنف اللي معظمها فيها المادة القابضة للأوعية الدموية دي. فهي الفكرة هي مش فكرة القطرة وحشة والبخاخة حلوة أو العكس، هي فكرة المادة اللي بتحتويها القطرة دي عادة بتبقى قابضة للأوعية الدموية دي، استخدامها على فترات طويلة بيعمل مشاكل كتيرة تستدعي أحيانا التدخل الجراحي. أما البخاخة اللي هي التانية اللي فيها الكورتيزون الموضعي ده ما فيش منها أي مشاكل تذكر، يعني كسيستميك سايد إفكتس أو آثار جانبية على الجسم من استخدام الكورتيزون، وفي نفس الوقت ممكن نستخدمها لفترات طويلة، بغض النظر إن ممكن تلاقي المادة القابضة للأوعية الدموية دي في صورة بخاخة وبالتالي هتبقى ممنوعة. يعني أنا اللي أقصده مش القطرة هي اللي ممنوعة والبخاخة هي اللي كويسة، لا، هو الكونتنت بتاعها إيه. لو المادة القابضة للأوعية الدموية في صورة قطرة أو بخاخة بتستخدم لفترة قليلة وفي إنديكيشنز معينة الدكتور هو اللي بيقول عليها، لكن البخاخة عادة لو هي فيها الكورتيزون الموضعي ما فيش منها مشكلة، بنستخدمها لفترات طويلة بدون أي مشاكل. طبعا كل ده بيبقى لازم تبقى تحت إشراف الطبيب المختص عشان ما نضطرش بعد كده نلجأ للتدخلات الجراحية الغير مرغوب فيها. شكرا جدا لحضرتك.